السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز أعرف هل من السنة حلق شعر المولود؟ حلق شعر المولود يوم السابع سنة، ويتصدق هل أما يتصدق بوزنه ذهبا فلا يصح. طيب، عموما ايه سنن المولود؟ يعني ايه المفروض؟ أول ما يتولد: وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تعوذيها من الشيطان الرجيم، كما قالت أم مريم، التحنيك والتحنيق. والحاجات اللي بنسمع عنها دي، تحنيك المولود بالتمر. مش مشكلة يعني، مش مشكلة. التمرة واحدة تفتتيها بفمك وتدلي كله فيها، ما فيش هل مشكلة. سنة السنة يعني؟ لم يأمر به النبي، لم يأمر النبي بالتحنيق، كان يفعله لبعض الناس لكن لم يأمر به. وبالنسبة للأذان، الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كله ضعيف. هل طيب؟ طيب، شكرا لك يا شيخ. الله يبارك فيك.